والكردي استاذ يعني، سجلوا وقطعوا، فبدا الزراعه الطوله بتاعتهم او القوات الجويه بتاعتهم هو الولد الكردي ده. الله المستعان، اقسم بمن رفع السماء، انا ابو راشد سافضحكم يا من تكذبون وتتلبسون باسم نكرانيين. تكذبون علينا لكم سنة تعبدون القبور؟ أعوذ بالله. وينه ابن الرومي دلوقتي؟ انتهى ولا مش انتهى؟ انتهى انتهى ابن الرومي، انتهى انتهى ابن الرومي. هذا الآن على نفس الموضوع، انتهى مناسبة، انتهى الرجل فعلا. والله ما قواه ولا يقوي غرفه الآن إلا القرآنين، إلا القرآنين. وأنا أقول أن النسخ لا دليل له، والدليل الذي أتى به في هذه الآية نحن نقول له ما معنى كلمة آية من سياق الآية، من سياق الآيات. نعم، نستطيع أن نأتي بسياق الآيات ونفهم من كلمة آية المقصود بها هي آية كونية، أي إعجاز، لأن كان تحدي مع رب العالمين في أن ينزل آية إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. بعدين يا شيخ الوابع، عندنا بعد هذه القضية عندنا موضوع خطير، عندنا شبهة خطيرة، يعني إن شاء الله ما أعتقد أنك سوف تستطيع أن تجيب، وسيكون يعني أول انتصار واضح في هذه الغرفة لعدنان الملكي في واضح في هذه الغرفة لعدنان الملكي في هذه الشبهة. نعم، اعتبرنا خرجنا من الموضوع، موضوع النسخ. تفضل اطرح موضوعك. السلام عليكم. طيب، السؤال بسيط جدا. أنا عدنان المالكي أتهم بعض الصحابة والتابعين على بغض الإمام علي، أتهم بعض الصحابة والتابعين على بغض الإمام علي،